الأصيلة، إحدى الملاعب الصغيرة والجميلة بشباب المملكة، والتي هي في طور الإنجاز، وذلك في ظل توقيف ملعب مرشان إثر الأحداث اللارياضية التي عرفتها قمة الشمال بين الاتحاد المحلي والمغرب التطواني. هذا اللقاء بين اتحاد طنجة وأولمبيك أسفي قاده الحكم عبد الله مشمور العائد من جديد لقيادة منافسات قسم صفوة بعد غيبة طويلة دامت قرابة موسمين. اللقاء تميز عموما بمستوى تقني متوسط مع محاولات قليلة خلال الشوط الأول. بعد ذلك بدأ فريق أولمبيك أسفي يقوم بعد المحاولات التي أصبحت تشكل بعض الخطورة على مرمى الحارس بيسترا حارس مرمى فريق اتحاد طنجة، وذلك في محاولة بلوغ الهدف. وبالفعل يتمكن الفريق الزائر فريق أولمبيك أسفي من توقيع هدف الفوز بعد مرور نصف ساعة من اللعب، والمسجل اللاعب أمين كرافا. بعد ذلك نزل فريق اتحاد طنجة بكل تقلية على مرمى فريق أولمبيك أسفي، هنا هدف مرفوض بدعوى تسلل. آخر فترات هذا اللقاء سجلنا عدة محاولات أخرى للفريق المحلي لكن لم تستغل بشكل جيد، لينتهي اللقاء بفوز ثمين للفريق الزائر فريق أولمبيك أسفي. فوز مهم سيمنح الفريق المسفي دعم قوي في مستقبل الدورات، خاصة وأنه جاء على حساب مدربه السابق عزيز العمري، وقد كان بإمكان الفريق الزائر إضافة أهداف أخرى سواء الشوط الأول أو الشوط الثاني، لينتهي اللقاء كما سبق الذكر بفوز فريق أولمبيك أسفي بإصابة 1-0.